توقعاتك لمباراة الأهلي والزمالك النهارده؟ إن شاء الله الأهلي يكسب. نفسي أن الزمالك يكسب. الأهلي اللي هيكسب يعني. الزملكاوية ومتوقع أن الأهلي اللي هيكسب. الأهلي هيكسب 2-0. كأهلاوي أتمنى الأهلي يفوز. 1-0 2-0 مش مشكلة. 1-1 إن شاء الله. الأهلي النهارده يكسب 2-1. 3-1 الأهلي. 2 الزمالك. 2-0. مؤمن زكريا وأجاش. شايف مثلا إن المباراة النهارده النتيجة بتاعتها هتأثر على رحيل حسام البدري أو إيناسيو أو بقاء الاثنين الموسم الجديد؟ بالنسبة لإيناسيو أعتقد ممكن تأثر عليه، إنما بالنسبة لحسام البدري لا، حسام البدري عامل موسم كويس جدا، يعني واخد راجل ماشي في أفريقيا كويس، ماشي بالنسبة للدوري كويس، مقفل الدوري قبل نهاية الموسم بأربع ماتشات. لا هيبقوا الاثنين موجودين الموسم الجديد. يعني الناس عامل شغل كويس مع الزمالك حتى في الفترة الأخيرة دي بعد الخسارة حتى اللي خسروها، وحسام بدري الأهلي أظن أنه هو ناجح جدا مع الأهلي. لا والله أنا ما أعرفش بالنسبة للزمالك، بس متهيألي الأهلي حسام جدد معهم فخلاص. أوكي كده أصلا حسام بدري بيمشي وبيرجع بيمشي وبيرجع، يعني هو دايما كده. لا بالنسبة لكابتن حسام بدري ما أظنش، أن الأهلي بيتعامل دايما مش بالقطع، اما ايناسيو اتوقع ان هو يمشي. بالنسبه لحسام، حسام يعني مأبد في النادي الاهلي.